عليكم، لاباس بخير، كي دايرين؟ هانيين، اموركم بخير، وليداتكم في الصحه جيده ان شاء الله، يا ربي امين، الله يخلي لكم صحتكم وليداتكم. اليوم ان شاء الله بغيت نشارك مع اخوتي الكفته. درت القزبر والمعدنوس، ها هو عندي، درت الكمون، درت الكنجبير، درت شويه الابزار، درت الخرقوم البلدي. غادي نشلط البصله، غادي نشلط البصله رقيقه، كنشلط البصله غير رقيقه وكنديرها فوق منها وكنخلط العطريه كامله. مازال عندي الثومه، ندير شويه الملح، ندير شويه الزيت البلديه بحال هكا. المشاهدين ديالي كنرقق البصله مزيان، تبارك الله كتجي غزاله. الا بغيت تشويها كدير البصله، والا بغيت طيبها في المقله مع مطيشه وبصيله والعطريه، حتى هي كتجي واعره، اللهم بارك. انا اي حاجه كنديرها في داري المشاهدين ديالي كنشاركها مع اخوتي، كنقول علاش لا نشارك مع اخوتي اي حاجه درتها في داري، ما كنخبي على خواتاتي حتى شي حاجه. انتم المشاهدين ديالي دابا عاد نرجع نخلطها، ندير الليحه ان شاء الله ونخلط الكفته، وعادي ندير ان شاء الله مع لاصوص. انتم اخواتاتي الغاليين العزاز عليا، اي وحده عندها الاختيار ديالها في الطياب، تبارك الله على النساء المغربيين، الله يجعل ربي سهل عليهم، واللي عندها شي حاجه اكتبها لي في الكومنتير، الله يجازيكم الف خيرا ان شاء الله. ومرحبا بكم معايا في قناه شيوات فاطمه المغربيه. ها هي دابا درت العطريه كامله، درت القزبر والعدنوس، درت المليحه، درت واحد جوج سنان ديال الثومه حكيتهم. انتم الغاليين ديالي دابا غادي نخلطها بحال هكا، وعادي نخليها تشرب العطريه ديالها ونرجع نشارك مع خوتي ان شاء الله. الكفته المشاهدين رقدتها تشرب العطريه ديالها، درت لها البصله مشلطه، هي كتشرب العطريه. دابا دوس المطيشه ودوس المشاهدين، عندي مطيشه مغسوله مقشره كنقطع فيها، عندي هنا السنان ديال الثومه عندي مقطعين رقاقين، ها هما. دابا غادي ندوز ان شاء الله ندير العطريه ونشاركها مع خوتي. طيب الخبز ديال الدار المشاهدين ديالي، المراه المغربيه تبارك الله ما عمرها تستغنى على الخبز ديال الدار. الخبز ديال الدار كتبقى صحيه تبارك الله، الناس الدراري العيالات الكبار تبارك الله، ما الخبز ديال الحانوت راه الله يسمح لينا منها، الله يجعل سيدي ربي يسمح لينا ويغفر لينا. ها هو هادشي اللي كان المشاهدين ديالي، دابا كندير الخبيزات يطيبوا لحقهم طايقهم ونشاركهم مع خوتي ان شاء الله، عاد نرافقهم مع الغداء. جديد المشاهدين ديالي، شوفوا تبارك الله كي جات الخبز رائعه، وكنقرصها دائما بالبلبوله. ها انتم يا الغزلان ديالي، دخلوا عندي القناه شيوات فاطمه المغربيه وتبرعوا ليا مع راسكم في الشهيوات. ها انتم الغزلان، الخبز انا طيبته، غادي ندوز ان شاء الله الكفته نكورها ونحطها طيب ونشاركها مع خوتي. وهادشي اللي كان الغاليين ديالي ما كنخبي عليكم والو، ها هي الغزلان ديالي، شوفوا تبارك الله، اللهم بارك. دعموني يا الغاليين، دعموني، ديروا اللايكات ديالكم الحلوات الزوينات، وابوني ديالكم، الله يسهل عليكم، الله ينوركم. واي اي حاجه كديروها لي راه كتفرحوني، الله ينوركم ونور حياتكم في هاد العواشر، الله يبعد عليكم ولاد الحرام، الله يسهل عليكم في هاد العواشر يا ربي امين. كوار المشاهدين ديالي، درت لها العطريه ديالها كامله، دابا راه شربت العطريه، ملي كنطيبوها كتجي الكفته واعره. هانتوما الغاليين ديالي، الله يحلي كلامكم ويحلي ايامكم ويحلي الايام ديالكم ان شاء الله، الله يجعلكم دائما منورين فيما خرجتوا، دائما منورين يا ربي، الله يجعل ربي ينوركم ويحلي كلامكم، خلي لكم وليداتكم، الله يجعل ربي يسهل عليكم ويسهل امركم يا ربي في هاد العواشر، واللي عادي اذيكم الله يبعدو عليكم كما تبعدت السماء مع الارض. ثم المشاهدين، درت لاصوص يطيب، عندي الثومه، عندي مطيشه، غادي ندوز للربيع، عندي هنا القزبر والمعدنوس، تبعوا معايا شهيوات فاطمه المغربيه، شهيوات عصريين وشهيوات بلديين،
على حقهم وطريقهم. المشاهدين ديالي دخلوا القناة ديالي تفرجوا، المشاهدين ديالي الغاليين العزازين عليا دعموني معاكم، ديروا لي اللايكات ديالكم وابوني الله يسهل عليكم، وصلوني الالف ابوني الله ينوركم وينور حياتكم، راكم عزيز وعزيزين وغاليين عليا، اختي ولا خويا ولا بنتي ولا ولدي الله يسهل عليكم الله يجازيكم، دعموني معاكم وصلوني الالف ابوني رانا محتاجه لكم، الله يسهل عليكم الله ينور حياتكم في هاد العواشر يا ربي امين. دخلوا القناه ديالي عاد لقاو الطبخ عصري وبلدي تبارك الله على الانواع، دخلوا الشهيوات ديالي وعاد ديروا بحالي تبارك الله، عاد تنجحوا 100% تبارك الله اللهم بارك. باش نطيب المشاهدين ديالي دابا لاصوص راه ولا عاد يطيب، انا عاد ندير الكفته يلا كتجي مع مطيشه هي هذاك في الطياب. ها انتم الغاليين ديالي دخلوا دخلوا عندي تشوفوا اش كندير اليوم. انتم الغزلان انا كندير لكم هادشي تبارك الله مفيد وصحي وزوين ورائع، واللي جربت الوصفه ديالي اكتبها لي في الكومنتير ونعطيكم ان شاء الله الجديد اكثر واكثر. انا كنستف الكفته في الطاجين، وملي عاد يطيب اخواتاتي المشاهدين ديالي الغاليين بنتي ولا ولدي ولا اختي ولا خويا، ملي عاد يطيب ان شاء الله عاد نشاركو مع خوتي ان شاء الله، وعاد نرافقو مع الخبز اللي طيبت فق طاجين ان شاء الله بهذه الرجله. انا فايت شاركت معاهم معاكم في القناه عفوا، دابا عاوتاني راه درتها كنتوحشوها تبارك الله راه زوينه، انا درتها نرافق بها الطاجين ان شاء الله. انا عاد نرافق الطاجين بهذه الشليضه هذه نصيبتها، شليضه مخلطه الخس الخيار مطيشه تبارك الله، ما درتش غير البصله كاد طلق واحد الريحه في الفم ما قديتش باش نديرها. هذه الشليضه رائعه تبارك الله، هي هي نرافق بها الطاجين ان شاء الله. جديد المشاهدين ديالي شوفوا تبارك الله كي جات الخبز رائعه، وكنقرصها دائما بالبلبوله. ها انتم يا الغزلان ديالي دخلوا عندي القناه شيوات فاطمه المغربيه وتبرعوا ليا مع راسكم في الشيوات. ها انتم الغزلان الخبز انا طيبته، غادي ندوز ان شاء الله الكفته نكورها ونحطها طيب ونشاركها مع خوتي وهادشي.